حرصت الكويت على تطبيق مبادرة المدن الصحية في العديد من المناطق السكنية. المدن الصحية مبادرة اجتماعية تهدف لخلق بيئة صحية لجميع أفراد الأسرة. وقد كانت الزهراء هي الأولى في محافظة حولي لتطبيق هذه المبادرة، لما لهذه المبادرة من أثر إيجابي في رفع المستوى الصحي والبيئي والاقتصادي للفرد. المدن الصحية مشروع اجتماعي قائم على التطوع، يهدف لتطبيق المعايير الصحية الدولية. وتقوم هذه المبادرة على المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والغير حكومية لتعمل معا نحو تطبيق معايير من شأنها رفع المستوى الصحي العام للفرد. المدن الصحية مبادرة لمنظمة الصحة العالمية لتطبيق مبادئ الصحة خارج نطاق الخدمات الصحية الاعتيادية. دكتورة خالدة إبراهيم القلاب، رئيسة مركز الزهراء الصحي ورئيسة اللجنة التنسيقية لمدينة الزهراء الصحية. الدكتور أنور الراشد، مركز الزهراء الصحي التخصصي، المنسق العام لمشروع الزهراء مدينة صحية.